السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد من قناة إنجلشاوي. النهاردة إن شاء الله مستمرين معكم في سلسلة تعلم النطق باللغة الإنجليزية، ونشرح النهاردة الفرق بين صوتي بي and بي. وقبل البدء في شرح الصوتين يجب أن نعرف أن لكل شيء نظام، لكل شيء نظام. وبما أننا نتحدث عن اللغة الإنجليزية فيجب أن نعرف أن النظام اللغوي له عدة مستويات، أهمها اليوم هو المستوى الصوتي. فما هو المستوى الصوتي؟ المستوى الصوتي هو أحد مستويات النظام اللغوي الذي يهتم بالكلمة من حيث البناء الصوتي لها، من حيث البناء الصوتي لها. فقد تتشابه الكلمات مع اختلاف بسيط في صوت من أصوات الكلمة. قد تتشابه الكلمات مع اختلاف بسيط من أصوات الكلمة، فيتغير معناها، معنى الكلمة يتغير تماما إذا اختلف لفظ أو طريقة لفظ الصوت. فلهذا النطق مهم. هناخد النهاردة مثالين على صوتين البي والبي. أول حاجة الشكل، متشابهان تماما، ولكن الدائرة فين؟ الدائرة، الدائرة يا إما في حرف البي تبقى تحت، يا إما بي تبقى فوق. يبقى البي يا إما تحت يا إما فوق. لو تحت هنقرأها من تحت، من هنا من الزور من الحلق. لو دائرة فوق هنقرأها من فوق كده من الشفايف. طبعا لو ما احنا بنقرأ من الشفايف هنطلع هواء. طب لو بنقرأ من الزور مش هيطلع هواء، يبقى الهواء يطلع من هنا ولا من هنا؟ من هنا، من الشفايف. نفكر مع بعض ونركز، هناخد أمثلة ونشوف الفرق بين الصوتين. يلا بينا، هنحط الورقة هنا واحنا بنقرأ. لو الورقة اتحركت يعني في هواء طلع، يعني في بي بي. طيب لو الهواء ما طلعش يبقى الورقة مش هتتحرك. تمام، يلا نبدأ. بي 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 بي، الورقة ثابتة. طيب بي pay pay، الهواء حرك الورقة. مثال تاني، bray 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 pray pray pray. مثال تالت، bark bark bark. شايفين الصوت بيطلع من هنا كده، بيبقى فيه اهتزاز في الأحبال الصوتية هنا، لكن ما نيجي نقرأ كلمة park 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 الورقة اهتزت. اللي بعده bride bride bride، فيش أي حاجة، فيش أي هوا. لكن التانية pride pride pride، الورقة تهتز. pride pride. مثال آخر bath bath bath. طب نهتز path path path. مثال آخر beach 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 peach peach peach. مثال آخر be 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 pee pee pee. شايفين الفرق؟ البي والبي. البي ما اهتزتش يعني ما فيش اي هواء بيطلع، لكن البي الهواء بيطلع لان احنا بنقراها من الشفايف. يلا هناخدهم تاني بس هنشوف الفرق في المعاني لما الصوت اتغير. تمام، يلا. باي خليج، باي خليج، باي خليج. pay يدفع، pay يدفع، pay يدفع. bray ينهق، bray ينهق، bray ينهق. pray يصلي، pray يصلي، pray يصلي. bark يصيح، bark يصيح، bark يصيح. park يركن، park يركن،
park يركن. bride عروس, bride عروس, bride عروس. pride فخر, pride فخر, pride فخر. bath حمام, bath حمام, bath حمام. path طريق أو ممر, path طريق أو ممر, path طريق أو ممر. beach شاطئ, beach شاطئ, beach شاطئ. peach خوخة, peach خوخة, peach خوخة. bee نحلة, bee نحلة, bee نحلة. pee يتبول, pee يتبول, pee يتبول. كده الفرق واضح بين الصوتين بي وبي. أتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة من الشرح, وفي الآخر هنيجي نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالإنجليزي معناها إيه؟ peace be upon you, peace be upon you, peace be upon you. والرد وعليكم السلام upon you peace, upon you peace, upon you peace. مثال آخر, عايزين نقول إن الولد سعيد لأن لديه جرو, يعني كلب صغير. نقول the boy is happy, the boy is happy, the boy is happy. He has a puppy, he has a puppy, he has a puppy.